البرنامج يدمج ما بين روح الشرق والغرب، وهو برنامج غير تقليدي وأكاديمي بحت، يدمج ما بين روح الشرق والغرب، وأيضا هناك شيء جديد يتعلق بالسلالم الموسيقية. عم نازف على واحد من أهم المسارح بالقطر، كلياتنا روح وحدي وبتجمع معنا المحبة ويعني حب الموسيقى. مشاركتي راح تكون فعالة وراح استفيد وراح فيد فرقتي، فرقة الأوج طبعا. وبالنسبة لها الروح اللي عم تجمعنا نحن روح كثير حلوة. جمعتنا بالبداية قبل عام 2015 أنا وأوج كصداقة، وبعدين أسسنا هالفرقة وظلينا مكفيين بهالرفقة. طبعا هي الحفلة خاصة بدون أي مناسبة، حابين هي مثل حفلة تعريفية للفرقة مو أكثر، وإن شاء الله نحن طموحنا للعالمية، وعم نشتغل شيء أكاديمي غربي شرقي، اختلاط بين الغربي والشرقي بالإضافة للغناء. روح كثير حلوة بيننا من الموسيقى، يعني نحن عم ننتج شيء تفاعل روحي بهالمعنى، يعني بنوع من الموسيقى، انه مجرد انه عزفنا شيء عم ننتج نوع من المشاعر. جمهور هون بالمركز الوطني للفنون البصريه هو جمهور راقي، جمهور بيتطلب منا تعب وبيتطلب منا انه احنا نقدم مستوى عالي من الاداء. لنا فتره طويله عم نجهز لهذا الحفل.